السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف العادة فيديو جديد. والفيديو اليوم هو فلوغ الانطلاق ان شاء الله من مدينة فاس الى مدينة الرباط وهي عاصمة المغرب. كنكون هنا وصلت بالليل وغدا ان شاء الله دابا للدار، وغدا في الصباح تكون الانطلاقة ديالنا. مرحبا بكم معايا، صباح الخير عليكم كاملين. بسم الله على بركة الله، صباح منور. وان شاء الله احنا خارجين هاد الصباح هذا نقضي واحد الغارات في حي الرياض في مدينة الرباط، يعني حي معروف مدينة الرباط، حي اداري، حي راقي جدا في مدينة الرباط. احنا غاديين ان شاء الله، وقلت علاش لا تكتشفوا معايا المدينة. واخا يم السيارة لحقاش الجو فيه الشتا، مرة يسحى مرة تخرج تطيح الشتا. وانا عندي البنيوتة صغيرة، المتتبعين ديال ما عارفين عندي بنيوتة صغيرة، يعني وكنحاول ما نخرجهاش ما يضربها ليش البرد، لانه مرة يسخن مرة يبرد. بسم الله على بركة الله. كنتمنى الجولة تنال الإعجاب ديالكم. حنا الآن إن شاء الله غاديين لحي الرياض، قلت علاش لا نشارك معكم هاد الخريجة هادي بما أننا خارجين كنتوما تكتشفوا معايا المدينة. مدينة الرباط، تقع مدينة الرباط المغربية على سواحل المحيط الأطلسي، هي منطقة ساحلية صراحة، الجو فيها غزال دافي، ما كتحسي لا بالبرد لا بتا حاجة، غزالة بزاف. كنتمنى تزوروها. كذلك من ناحية عدد السكان ديالها، كيتراوح ما بين 577.827 ألف نسمة حسب إحصائيات 2014. كنتمنى تعجبكم هاد الفلوغ وتشاهدوا معايا هاد المناطق اللي غنشارك معاكم. صراحة ما شفتش بزاف الحوايج ضروريين في المدينة لأنني ما توفرش ليا الوقت. وكذلك غادي نكتشفوا واحد سانتر مول، يعني مسماو غابا سانتر، كنتفكر مسماو غابا سانتر، صراحة غزال غتكتشفوه معايا حتى هو، لأن هو اللي كنت مشيت له شي جوج النوبات وقيلة. صراحة غزال عجبني، كي ميتشاف كي ميتشرا، خاص غير الفلوس بيني وبينكم. المهم شي حويجات غزالين نكتشفوهم مع بعضياتنا. شنو بغينا نقولوا آخر على مدينة الرباط؟ كانت سميت مدينة الرباط قبل ما تسمى الرباط، كانت تسمت في عهد الموحدين برباط الفتح، عاد من بعد تسمت بمدينة الرباط. والآن كانت تواجدوا في حي الرياض، كتشاهدوا معايا هذا هو حي الرياض. غادي نعرفكم شوية على المدينة. صراحة مدينة كتوفر على خمسة أبواب، منها باب الروح وباب العلوم. سور الأندلس يبلغ طوله حوالي 2400 متر. كذلك كاين موقع شلة، هو عبارة عن مدينة أثرية صغيرة تقع فوق نهر واد أبي القراق، وأسس في القرن السادس قبل الميلاد. كاين الأضرحة، فيها ضريح العاهل المغربي محمد الخامس ونجله الملك الراحل حسن الثاني والأمير مولاي عبد الله. وكذلك تتواجد صومعة حسان، وهي بناء تاريخي عريق تعد من أبرز المعالم الفن الإسلامي الأندلسي. كذلك توجد حدائق أندلسية تمتد مساحة ديال هاد الحدائق بالتوازي من شواطئ المحيط الأطلسي، تتميز بخضرها وطبيعتها الخلابة. سمحوا لي كنت لعتم شويه، بديوش عليا لاني حاولت نبحث لكم شويه على المدينه ونقربكم منها. صراحه انا ما وصلتش حسان باش نصور لكم مباشره لبلاصه حسان، ما مشيتش. كذلك كنت بغيت نصور لكم ابي القراق، صراحه ما توفرش ليا الوقت، وكان الجو شويه الشتاء شويه، يعني كان صعيب عليا انا نخرج بالبنيته، كنت اسف. ولكن ان شاء الله جوله اخرى نعاود نزوروا مدينه الرباط ونشوفوا هاد المناطق، علاش لا نقربكم منها. مرحبا بالجميع فهاد المدينة وهي عاصمة المغرب. صراحة مغربنا غزال، فيه ما يتشاف، أي مدينة مشيتي ليها إلا وفيها مآثر غزالة. وهناك كنكونو قضينا الغرض ديالنا وراجعين بحالنا للدار، غادي نتغداو وغادي نعاودو جولة أخرى إن شاء الله، نتلاقاو في ديك الجولة. حنا مستمرين في الخريجة ديالنا على بركة الله.
وهنا غنكونو جينا المول غابا سانتر. صراحة غزال هذا من برا، وعاد غادي ندخلو كنقلبو في بلاصه الطوموبيل ما لقيناش على الشارع، وغندخلو ان شاء الله البارك لداخل. خليكم معايا تكتشفوا معايا، صراحة مول غزال رائع جدا وراقي، وكان يلاه تفتح يعني غتشوفوا الناس كتير، لان كلشي جات الناس تكتشف وتشوف، وبزاف ديال المحلات باقي ما تفتحوش، وكتير ديال المحلات تفتحات، يعني ماركات غزاله كاين ما يتشرا كاين ما يتشاف، وكاين فين الناس يبدلوا الجو شويه ويخرجوا. احنا هنا بلاصينا طوموبيل في البارك الداخل، وحنا ان شاء الله غاديين دابا المول. تشوفوا معايا هنا غنكونو دخلنا جبنا واحد الجوله صغيره وسبقنا مرجان خدينا شي حويجات، ومن بعد غادي نستمروا في الجوله ديالنا. تكتشفوا معايا الصراحه غزال غزال غزال، مرحبا بالجميع يزور هذا سانتر مول، صراحه غزال وراقي جدا، وفيه ما يتشاف وفيه ما يتشرا وفيه ما يتقدى، فيه تبدلي الجو، يعني صراحه غزال. تحيه كبيره للناس الرباط نص العاصمه، تحيه لهم كبيره، وكذلك الناس البراني مرحبا بهم. وحنا الان كنتواجدو بكيتيا، كتشوفوا معايا حنا غندخلو غنكتشفو شي حويجات غزلان، صراحة داكشي كيحمق. الناس لي عزيز عليها ديكوغاسيون لي طابلو، كاين هاد الشكل هادو، كاين هاد لي موتيف على هاد الشكل هادا كلصقو في الحيط، صراحة غزيولين ديكوغ كيجيو زويونين، صراحة كاين ميتشاف وكيما يتشرا داكشي غزال. وبالنسبة للاتمينة صراحة غالية شوية، وكاين اللي مرفقة حيت شنوبا كتصادفي شي برومو في شي حويجات. كنا هنا صادفنا واحد البرومو ديال لي تابي، صراحة تابي فيها دو متر على تلاتة بستمية درهم، شكلها غزال وزوينة، خدينا وحدة. وكنت هنا بغا ناخد ديك لي ريدو اللي كيكونوا جاهزين على هذا الشكل هذا، كيكون فيها الخراس، ما لقيتش لا كولور اللي غتجيني مع الفراش ديالي، صافي وترددت وما خديتش. ها هما صراحه كاين شي حويجات مزيونين. كنا دخلنا الكياوي صراحة كان عامر، وايكيكي كذلك ما صورتش ليكم لان كاميليا كانت كتهرب ليا، كانوا حويجات زوينين تقديت ليها شي حويجات. الناس لي عز عليها الخضور هي في الدار، يعني داكشي ديال الغرس صراحة داكشي غزال كيبان ناتوريل، وكاين اللي فريمون ناتوريل داكشي مزيون. الناس اللي عايزه عليها الشمع، كاين هادو التشميعات مزيونين، تحطو في ليكوا ولا في لا طابل هكا في سي جوغ، صراحه مزيونين. كاين هاد لي طابي ديال الدخله الدار، يعني كاين حويجات غزالين صراحه الله. تيكون هذا هو الطبق الاخير في المول، طبق رائع جدا مختص غير بالماكله القاصوصي.
صراحة مطاعم غزالة لصنقية. كاين هاد لا تيغاس هادي راها الفوق منك الهواء، صراحة غزالة. في هاد المناظر ديال هاد النخيلات صغار في الجنب، وقبالتك الناس كتاكل، يعني مطاعم صراحة داك الشيء زوين. كتشوفوا معايا الناس كتيرة متواجدة، صراحة كاين اكتضاض والناس كتاكل. مرحبا بكم. ماكدونالدز كما كتشاهدوا معايا، كتكون هذه هي الجولة ديالنا في غابة سانتر. صراحة مول غزال، وكانت الناس كثيرة. الطاج اللي طلعتي له كتلقى عمر من اللي كنتي فيه، صراحة كيما يتشاف بصحة لنا. واليوم نهار جديد، صباح النور عليكم. النهار بعد ما افطرنا جمعنا الدار، كذلك تغدنا الغدا ديالنا، تغدينا ودابا خارجين، يعني ما قدروش نبقاو في الدار. كتعرف الواحد ملي كيكون خارج يعني كيبغيش يبقى في الدار، كيبغي يبروفيتا الوقت ديالو، يعني يكتشف شي حويجات. لان ان الجو كان حنتنا ما شفناش شي بلايص، الحمد لله عليها الشتوي زوينه صراحه، الله نفعتنا. دابا ان شاء الله غنشوفوا الوجهه الى اسواق السلام، نمشيو ناخذوا شي حويجات نتقداوهم، يعني ما قدرناش نمشيو على رجلينا باش نشوفوا شي حويجات هكا. انما السياره كانت نفعتنا بزاف لان كان الجو شتا. شوفوا معايا، خليكم معايا تكتشفوا حويجات اللي تقدينا في اسواق السلام. كاينين صراحه تمينه مرفقه وداكشي غزال 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 غزال. وهنا تنكون لحقنا لاسواق السلام. خليكم معايا تكتشفوا معايا الحويجات اللي تقدينا. وصراحه كاينين حويجات بثمن مرفق، دي موتيف غزي ولا الديكوراسيون، داكشي صراحه غزال شهوه منه، وثمن صراحه جاني مرفق يعني في المتناول. بسم الله على بركه الله. حنا دخلنا دابا، واخا صراحه غتشوفوا معايا كاميليا حمقتني، ما خلاتنيش ندور في خاطري ونشوف خاطري، لان ولات هي اللي كتسارى وانا تبعها. ماشي انا كنشوف داكشي اللي بغيت، كنشوف داكشي اللي بغات هي. وليت واخده شامبوان معولاش عليه، وليت واخده زيت معولاش عليها، شي زيوت ديال الشعر، يعني مشات لي فداك المجال. وليت كنقول هذه زوينه هذه زوينه، خديت شي حوايج معولاش ناخذهم. لقينا هاد لي طابي هادو الصراحه غزالين وسخانين، كتشوفوا الوجه ديالهم بحال الماطله، والتحت ديالهم فيهم واحد اللعيبات، يعني كيمكنك تفرج فيهم اللي عنده شي سيجور هكا صغير، ولا دي بيتي كولوار. يعني صراحه غزيولين وسخانين، ولا بيت النعاس صراحه زوينين عجبوني. والثمن كان مرفق، والله ما صورت لكم الثمن، انا كانت بنتي كتشطني، ما صورتش لكم الثمن. كاين هاد لي موتيف صراحه حتى هما غزالين، الثمن ديالهم مرفق كنظن 99، هي دي 99 درهم. غزلان كيجيو زوينين هكا في لي صالون، في شي سيجور، في شي فوتوي، صراحه كيجيو مزيونين. كاين هاد المشعرين هكا متأتمنة مرفقه، كاينين مانطات ب 250 درهم، وكاينين لي غي 200 درهم كنظن. اللي محفرين واللي ما محفرين صراحه داكشي زوين. هانتوما غتشوفوا معايا، وليت غاده في مجال ديال الزيوت ولي شامبون تبعها كامل. يا حمقتني صراحه، هادو هما الوليدات الله يسمح لينا من حق اماتنا.
هما المانطات اللي قلت لكم دي 150 صراحه غزالين، شوفوا معايا اللون اللي فيهم ومحفرين والله الا زوينين في هذا البرد غزلان. كاينين دي كوفغلي ولكن ما شفتش في خاطري صراحه، ولكن قلت علاش لا ما شاركش معاكم. وهكا غنكون خرجنا من اسواق السلام وراجعين بحالنا للدار لان تاخر الوقت. وهذه هي المحطه الطرقيه ديال مدينه الرباط، القمره معروفه باسم القمره بالشكل ديالها على شكل تاج. مرينا بحدها وقلت علاش ما نشاركش معكم تشاهدوها. هذه هي المحطه الطرقيه ودابا حنا في الطريق ان شاء الله للدار. كذلك وقيلا غندوزو على لكن ماكدا ودزنا على لاغار غابة اكدال كنظن، دزنا عليها كانت في طريقنا حتى هي محطة الرباط اكدال، محطة كبيرة وغزالة. انا ما نزلتش فيها، نزلت في غابة فيل. صافي وكتكون هذه هي جولتنا. دابا ان شاء الله عاد دخلي للدار. بسم الله على بركة الله. تشوفوا الحويجات اللي تقدينا هزينهم صراحه، تقدينا حويجات غزالين، تقدينا الفاط كيتباعوا بالكيلو ثمن مرفق وغزالين في اسواق السلام. صراحه وشي حاجه زوينه. كانوا لي فاتور بثمن مناسب جدا خديناه. كانوا لي مول ديال لي غراتان حتى هما بثمن غزال، يعني واش 60 كان 60 درهم باش خديتهم الاخت ديالي ديجا. ونختمها بالعودة إلى مدينة فاس إن شاء الله، رجعة البيت الزوجية العش الزوجية. إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله. ما تنسوش المشاركة في القناة ديالي، عملوا لايك وفعلوا الجرس، ونتلقى إن شاء الله فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.